السلام عليكم إخوان، مجموعة الأصدقاء للتعارف، بارك الله عليكم. إخوان، قبل ما نشرع في تجهيز الطيور ولا تزويج الطيور، نشرع في تطهيرهم، بعد نشرع في التجهيز والتزاوج في نفس الوقت. بارك الله للإخوان. السلام عليكم الإخوان، كما سبق وتكلمت قبل الدخول في مرحلة التجهيز، نقوم بتطهير الأزواج قبل الإنتاج. هناك طريقتين للتطهير، طريقة طبيعية لتعتمد على خل التفاح والثوم والفلفل والكركم إلى ما شابه ذلك. هناك طريقة كيماوية، الطريقة الكيماوية تعتمد على البايكوكس والبروبيوتيك، هذا الزوج. السلام عليكم الإخوان، كما قلنا، بعد ما تتم عملية التطهير نذهب لعملية التجهيز. بالنسبة لعملية التجهيز تكون على مدار سنة، ماشي بعد فترة الراحة فقط. عملية التجهيز مدار سنة، وكل هذا يحتاج إلى نفسية المربي. الإنتاج يعني يحتاج إلى نفسية المربي، يعني يجب عليه الصبر ثم الصبر ومراعاة بعض الأمور، على سبيل المثال درجة الحرارة، درجة الرطوبة، ومن بعد يقوم بعزل الإناث لوحدها والذكور كل واحد على حدة. هذا بالنسبة لطيور الحسن. هناك أمور يجب على المربي المحافظة عليها طوال العام، مثل النظافة والتشميس والاستحمام. هذه لازم على المربي أن يأخذها بعين الاعتبار. السلام عليكم. وبالنسبة للغذاء الإخوان، كل سيتعجل في التغذية، وقد تكون طريقة تقديم التغذية بطريقة غير عقلانية لتجهيز الطيور مبكرا قبل شهر 2، وهذا خطأ. هذا خطأ. بالنسبة للتجهيز يعتمد على سبيل المثال الفواكه الجافة، على النباتات، على المناقيع، وعلى الحبوب. على سبيل المثال، أولتها الحبوب مثل عباد الشمس، الشيا، الجرجير، حب رشاد، وزريات الجزر. وبالنسبة للفواكه الجافة الإخوان، مثل اللوز، الجوز، الفستق، التمر، التين، هذه جيدة. الكاجو، هذه بالنسبة للفواكه الجافة يمكن المربي الاعتماد عليها. وبالنسبة للنبات الإخوان، مثل البروكلي، الخس، الكرفس، الفجل، أوراق اللفت، والسلق، السبانخ كما نقولوا احنا. السلام عليكم الإخوان. أما بالنسبة للمناقيع، كل مربي واش مؤلف الطويرات ديالو، واش مؤلف الأشياء التي يعتمد عليها كمناقيع للطويرات تاعو. على سبيل المثال، هناك عدة مناقيع، منها حب الرشاد، موقع الحلبة، موقع الثوم، موقع الكركم، هذه كلها مناقيع جيدة للطوير، موقع الزنجبيل، هذا بالنسبة للمناقيع. السلام عليكم الإخوان. وبالنسبة للفواكه الجافة اللي كنا تحدثنا عليها، هذه راهي تحتوي على مادة السيلينيوم، تعمل على تقليل أكسدة الدهون وتحمي الجهاز المناعي لدى الطائر. السلام عليكم. بالنسبة لطرق التقديم، نبدأ بالفواكه الجافة، تطحن وتخلط مع بعض ونقدمها للطيور. في الوقت الحالي نقدموها لهم مرة في الأسبوع عند اقتراب موسم التجهيز، نقدموها لهم حتى 3 مرات في الأسبوع لا ضرر فيها، يعني أصلا تحتوي على مادة السيلينيوم. وبالنسبة للورقيات ولا الخضروات، نقدموها كيف نفس الشيء، مرة ولا مرتين في الأسبوع فقط، مرة في الأيامات السارية هذه عادي، وعند اقتراب موسم التزاوج نقدموها حتى 2 مرات كافية. الورقيات نحاولوا، الورقيات والخضر نحاولوا ما نقدموش التطويرات بزاف منهم. وبالنسبة للمناقيع هاك تنوعوا مرة في الأسبوع، ومن بعد كي يلحق وقت التجهيز ولا التزاوج تقدم حتى 3 مرات. هذا الشيء اللي كان، والله ييسر الجميع إن شاء الله.